بسم الله الرحمن الرحيم، وبه أستعين وأصلي وأسلم على نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم، صلى الله عليه وسلم. طيب، كما تفهمنا ننظر مسابقة دينية. مسابقة دينية حول النبي صلى الله عليه وسلم. الفريق الاول الفوج الاول والفريق الثاني الفوج الثاني، اللي جاوب من كلا الفريق نديروا له نقطه، معناه كل اجابه صحيحه عندكم نقطه، ومع الثاني نحسبوا النقاط. اللي يجيبوا عنده النقاط بزاف هو الفائز. خلاص صح. اول سؤال، السؤال الاول، من الذي ارضعت النبي صلى الله عليه وسلم؟ مرضعه المسلم، شكون ارضعت النبي صلى الله عليه وسلم؟ أرضعت النبي صلى الله عليه وسلم حليمة السعدية. جيد، بارك الله فيك، سبوا عليها. إذن النبي صلى الله عليه وسلم أرضعته حليمة السعدية، تسمى مرضعة النبي صلى الله عليه وسلم، هي رضعته حليمة السعدية. لازم كما تعرفوها، اشفوا عليها. التي أرضعت النبي صلى الله عليه وسلم هي حليمة السعدية. إذا نقرأ الفوج الثاني. خلاص؟ ما تنسوهاش المعلومة هذه. صح؟ الآن النبي صلى الله عليه وسلم أرضعته حليمة السعدية، شكون اللي يقول لي علاه ما رضعتوش يماه؟ هي من المفروض ترضعوا يماه؟ إيه؟ علاه ما رضعتوش يماه؟ من المفروض النبي صلى الله عليه وسلم عنده يماه، علاه ما رضعتوش يماه ورضعته حليمة السعدية؟ لا. باش عندها حليم. باش عندها حليم. زين، نعم. زي ما قلنا توفت. زين، لا لا ما توفتش. طيب لاحظوا، في مكه بكري، كانوا في مكه في زمن النبي صلى الله عليه وسلم في مكه، كانوا يحبوا يرضعوا ابنائهم، يبعثوهم للباديه كما نقولوا حنا، يبعثوهم على برا يرضعوهم، لانه كانوا الناس تاع برا تاع الباديه كانت اللغه تاعهم قويه، لذلك كانوا يحبوا يرضعوا اولادهم في الباديه. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما زاد حبوا يرضعوه في البادية، فرضعته هذه حليمة السعدية. فهمنا؟ أمه ما توفتش كانت حية. فهمنا؟ كانوا يحبوا يرضعوا أولادهم في البادية. هذه كانت معروفة في مكة. فهمنا؟ إذا لا الفريق الأول ولا الفريق الثاني. طيب، أم النبي صلى الله عليه وسلم كيف يسموها؟ يمات النبي صلى الله عليه وسلم، أم النبي صلى الله عليه وسلم كيف يسموها؟ عدي. أمينة. أمينة، كيفاش؟ عطيني الاسم كامل. لما لاحظ، لما تكلمنا على مرضعة النبي صلى الله عليه وسلم قلنا حليمة السعدية، كذلك أمه، عطيني الاسم كامل. أم النبي صلى الله عليه وسلم اسمها؟ لا، أمينة ابنة عبد المطلب. أمينة ابنة عبد المطلب. زين، جواب آخر. لا، أمينة بنت وهب. جيد، هذا هو الجواب الصحيح. أمينة بنت وهب، أم النبي صلى الله عليه وسلم اسمها آمنة بنت وهب. اشفوا عليها. أم النبي صلى الله عليه وسلم آمنة بنت وهب. نقطة أخرى للفريق الثاني. فهمنا؟ الجواب صحيح، آمنة بنت وهب هي أم النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، أبو النبي صلى الله عليه وسلم باباه كيف يسموه؟ باباه أبو النبي صلى الله عليه وسلم، باباه أنفوس عبد المطلب. لذا أبو طالب. أنفا أبو رسول الله عليه وسلم عبد الله. بارك الله فيك، سبق عليها. دليل أنفا جواب أبوه عبد الله، لذلك يقولوا محمد بن عبد الله. فهمنا؟ محمد بن عبد الله معناه بابه اسمه عبد الله. فهمنا؟ نعم. أبو النبي صلى الله عليه وسلم اسمه عبد الله، باباه اسمه عبد الله، لذلك يقول الرسول صلى الله عليه وسلم محمد ابن عبد الله، معناه باباه عبد الله. مثلا أنا بابي اسمه بوعلاء، نقول محمد ابن بوعلاء. فهمنا؟ معناه باباه بوعلاء. أفنان باباك اسمه؟ الحاج. أفنان بنت الحاج، مع
اشفعوا عليها. باباه عبد الله والسعي ماه قلنا آمنة بنت وهب ومرضعته حليمة السعدية. خلاص؟ إذا نقطة ثالثة للفوجة الثانية. الفوجة الأولى كملها كثير. السؤال الموالي. ركز واسمع مني. متى توفي أبو النبي صلى الله عليه وسلم؟ نفس السنة باباه مات. وين مات أبو النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا لا مش مصر، في أي سنة وين تم؟ ولا النبي صلى الله عليه وسلم وين كان؟ شحال كان في عمره؟ النبي صلى الله عليه وسلم شحال كان في عمره؟ لما توفي أباه. نشوفوا مع عبد الحي، عبد الحي. كان في بطن أمي. بارك الله فيك، صدق ولا؟ ما قلتش أنت توقع فيك بلا حد تجاوب. عبد الحي شحال كان شحال؟ وتجاوب صحيح. النبي صلى الله عليه وسلم لما كان في بطن أمي، يمه كي كانت في الكرش كان في بطن أمي، مات بابا عبد الله. معناها ما شافوش. فهمنا؟ إذا النبي صلى الله عليه وسلم لما كان في بطن أمي توفي أباه. فهمنا؟ نقطة للفوج الأول. إذا لاحظوا هذا المسابقة درناها باش تشفوا على المعلومات. لازم دائما نستحضر المعلومات. مرضعة النبي صلى الله عليه وسلم هي حليمة السعدية. طيب أمه آمنة بنت وهب. باباه عبد الله. فهمنا؟ طيب توفي أب النبي صلى الله عليه وسلم لما كان في بطن أمه النبي صلى الله عليه وسلم. خلاص؟ طيب الآن متى توفيت أمه؟ أم النبي صلى الله عليه وسلم متى توفيت؟ متى توفيت؟ عبد الحي عندما كان في عمري 6 سنوات. بارك الله فيك. جيد عبد الحي، جيد بارك الله فيك. النبي صلى الله عليه وسلم كي زاد من بعد كبر ولا في عمره 6 سنين، اصبح في عمره 6 سنوات توفى يمه. ماشي كيما في باباه كيما كان في كرش يمه، بصح كي زاد وكبر ولا في عمره 6 سنين ماتت يمه. فهمنا؟ إذا كي كان في عمره 6 سنين توفيت أمه اللي قلنا اسمها آمنة بنت وهب. خلاص؟ نقطة أخرى للفوج الأول. جيد عبد الحي بارك الله فيك. جيد. طيب في أي يوم ولد النبي صلى الله عليه وسلم؟ لحظة، احنا أيام الأسبوع عندنا الجمعة، سبت، حد، الاثنين، ثلاثة، الأربعاء، الخميس. وش من نهار زاد فيه النبي صلى الله عليه وسلم؟ أصبر أنفوج لا أصبر. قلنا اليوم، قلنا اليوم. بارك الله فيك، سبق عليها. إلى اللحظة النبي صلى الله عليه وسلم ولد في يوم الاثنين ومات في يوم الاثنين كذلك. ديروا هذه لسانة بالاثنين زاد ومات كذلك بالاثنين. فهمنا؟ إذن المعلومة جديدة، النبي صلى الله عليه وسلم ولد في يوم الاثنين ومات في يوم الاثنين. خلاص؟ نقطة أخرى للفوج الثالث. طيب في أي مكان وش من بلاصة اللي زاد فيها النبي صلى الله عليه وسلم؟ وين زاد نفسه؟ زاد في العراق، في سوريا، في المدينة، وين زاد النبي صلى الله عليه وسلم؟ إيه ده؟ جيد، سبقوا عليها. إذا لاحظ النبي صلى الله عليه وسلم ولد يوم الاثنين وتوفي يوم الاثنين وين؟ في مكة، في مكة المكرمة. خلاص؟ إذا النقطة للفوج الأول. النتيجة 4-3. خلاص؟ طيب سؤال الموالي، من هي أخت النبي صلى الله عليه وسلم من الرضاعة؟ كاين اخت النبي صلى الله عليه وسلم، اخته صح من الرضاعه فقط. من هي؟ ما هو اسمها؟ عبد الله. بارك الله فيك، شكرا عليك. جيد عبد الله. جيد، احسنت. الشيماء اسمها. احسنت. الشيماء. اسمها الشيماء. طيب لاحظوا، احنا قلنا النبي صلى الله عليه وسلم، قلنا ارضعته حليمه السعديه، ايه؟ هذه حليمة السعدية بنتها الشيماء.
معناها لي شيماء رضعت من عند يماها حليمة السعدية، وحليمة السعدية مادام رضعت النبي صلى الله عليه وسلم، إذا الشيماء والنبي صلى الله عليه وسلم إخوة من الرضاعة. خلاص؟ إذا أخت النبي صلى الله عليه وسلم من الرضاعة هي الشيماء. إيش فاو عليها؟ الشيماء نقطة أخرى للفوز الأول. وأصبحت عادل. أربعة مقابل أربعة. طيب. سؤال آخر. سؤال آخر. كم عدد أولاد النبي صلى الله عليه وسلم؟ النبي صلى الله عليه وسلم عنده ذاري أولاده كامل. حبس. باش نتفاهم، أولاده كامل ذراري وبنات. قاعش عاد. قاعش عاد. لقمان. ليس ستة. خطأ. عامل. بارك الله فيك. صفقوا عليك. سم. إذا أولاد النبي صلى الله عليه وسلم أولاده كامل إيش عاد؟ سبعة. إيش فاو عليهم؟ سبعة. ما تنساوهاش. بالك عندكم الأسئلة في الامتحان تربية إسلامية. إيش فاو عليهم؟ أولاد النبي صلى الله عليه وسلم سبعة. إذا نقطة أخرى للفوج الثاني. طيب الآن هادو أولاد النبي صلى الله عليه وسلم السبعة. شحال كاين دراري وشحال كاين بنات؟ شحال دراري وشحال بنات؟ نعم تفضل. البنات ربعة. إيه؟ وزاري ثلاثة. بارك الله فيك. صح صح. سيدي سيدي. بارك الله فيك. الذكور أولاد النبي صلى الله عليه وسلم الذكور ثلاثة. والبنات أربعة. ربعة وثلاثة يقولوا سبعة. فهمنا؟ ربعة بنات وثلاثة دراري ذكور. جيد بارك الله فيكم. نقطة للفوز الأول. تعالوا مرة أخرى. خمسة خمسة. جيد. الآن نبدأ بالذكور. شكون عطيني أسماء؟ أسماء تاع الذكور تاع أولاد النبي صلى الله عليه وسلم. لاحظوا. إحنا قلنا أولاد النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة. شنو هي أسماواتهم؟ أسماواتهم. أبناء. بارك الله فيك. صفقوا عليها. بارك الله فيك. عنده جاب النبي صلى الله عليه وسلم ولاده الذكور ثلاثة، القاسم وإبراهيم وعبد الله. طيب النبي صلى الله عليه وسلم كنيته الكنية تاعو اللي عيطولو بها كانوا عيطولو أبا القاسم. شفاو عليها هذه؟ علاه؟ لأنه وليد القاسم. إذا أولاد النبي صلى الله عليه وسلم الذكور الذراري القاسم وإبراهيم وعبد الله. وهذا في ثلاثة ماتوا. فهمنا؟ ما كبروش. فهمنا؟ النبي صلى الله عليه وسلم ولاده الذكور كاع ماتوا. إبراهيم والقاسم وعبد الله ماتوا في ثلاثة. فهمنا؟ نقطة للفوز الأول. سبعة. طيب سؤال الموالي. الآن احنا قلنا الذكور ثلاثة والبنات أربعة. أعطوني أسماء البنات. الذكور قلنا قاسم وعبد الله وابراهيم. الان من البنات. بنات. يلا تشاوروا بيناتكم تشاوروا. خلاص اللي وزنها. في ربعه. فضلي عباد. فاطمه. زينب. زين. ام كلثوم. الرابعه. خلوه. والرابعه. زينب. فاطمه. ام كلثوم. والرابعه. اللي ما زدناش الرابعة جاوبها صحيح. إذا تقول يوم منها كاع. رابعة. بارك الله فيك. زميلتها اللي معاها في المجموعة. معنا تعاونها. رابعة جواب صحيح. بارك الله فيك. عاودوا صفقوا عليها. إذا بنات النبي صلى الله عليه وسلم البنات عنده رابعة. الكبيرة كامل هي زينب. الكبيرة فيهم هي زينب. والصغيرة كاع فاطمة. إيش فاو عليك؟ بنات النبي صلى الله عليه وسلم أربعة. أكبرهم الكبيرة زينب. وأصغرهم فاطمة. يبقوا زوج رقية وأم كلثوم. خلاص؟ إذا زينب رقية أم كلثوم وفاطمة. فاطمة هي الصغيرة وزينب هي كبيرة. خلاص؟ نقطة أخرى للفوج. خلاص؟ طيب. سؤال الموالي. في أي سنة توفي النبي صلى الله عليه وسلم؟ توفي. واش من عام؟ مات
النبي صلى الله عليه وسلم. أقول لا ما قلناش متى ولد، ركز مليح السؤال، متى توفي؟ وعطيني العام بالأرقى سهلة. أمان 12 الشهر ولا العام ولا شهر توفي ماشي زاد. عاودي ركزي مليح السؤال، متى ولا في أي عام واشمل عام مات النبي صلى الله عليه وسلم؟ صلى الله عليه وسلم. يلا يلا، في أي عام مات النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا لا سنة ولا شو هذا سنة ما عرفناش؟ صح، النبي صلى الله عليه وسلم توفي في السنة 11 للهجرة. صح، السنة 11 للهجرة، في الميلاد 633 ميلادي، هذا هو العام الذي توفي فيه النبي صلى الله عليه وسلم، مات في السنة 11 للهجرة. طيب احنا قريبا كنا في التاريخ قلنا 1 هجري هاجر الرسول، قلنا كي هاجر الرسول بداو يحسبوا التاريخ الهجري، ايه معناه في 11 مات النبي صلى الله عليه وسلم. اشفوا عليه، توفي النبي صلى الله عليه وسلم في السنة 11 للهجرة يوم الموافق ل 633 ميلادي. خلاص؟ طيب سؤال آخر، النبي صلى الله عليه وسلم شحال عنده من عمه؟ أعمام النبي صلى الله عليه وسلم، عمه شحال عنده من عمه؟ معناه خالو باباه، تعرفوا العم؟ العم هو أخو باباه. النبي صلى الله عليه وسلم شحال عنده من عمه؟ شحال من واحد؟ شحال من واحد؟ عدي تفضلي. طيب النبي صلى الله عليه وسلم شحال عنده من عمه؟ أنفوش زي ما تربطنا واحد، لا نفس السلام عنده أعمام بزاف، عامل لا أكثر لقمان بارك الله فيك صدقوا عليك زيد كنت عرفت بس 11 عنده 11 عم النبي صلى الله عليه وسلم وين لا 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 حمزة تعرفوا حمزة؟ شفتوا الرسالة؟ حمزة صياد الأسود، جاء حمزة هذاك عم النبي صلى الله عليه وسلم، حمزة، عندنا العباس، عندنا أبو طالب، أبو لهب، تعرفوا أبو لهب؟ أبو لهب عم النبي صلى الله عليه وسلم، فهمنا؟ إذن النبي صلى الله عليه وسلم عنده 11 عام، لمعروف واللي لازم نعرفه حمزة، أبو طالب، العباس، وأبو لهب. طيب، شكون اللي دخلوا في الإسلام؟ اللي كانوا مسلمين دخلوا في الإسلام، اللي دخلوا في الإسلام زوج برك، حمزة والعباس. وتسعة الاخرين كاع ماتوا كفار ما دخلوش في الاسلام، فهمنا؟ اذا النبي صلى الله عليه وسلم لديه 11 عم، عنده 11 عم اللي دخلوا في الاسلام حمزه والعباس فقط، والاخرين كاع ماتوا كفار. اذا نقطه اخرى للفوج اثر سؤال الموالي، النبي صلى الله عليه وسلم عنده 11 عم، طيب عماته شحال الان؟ النبي صلى الله عليه وسلم عنده من عمته خت بابا، عمات النبي صلى الله عليه وسلم شحال؟ عبد الحي لا أعمامه 11 صح، عماته لا لا لقمان 8 لا ليس 8 ليس 8 ودي لا ليس 8 نعم 10 لا نعم لا أقول لا عنده لا عنده تزامير بارك الله فيك جيد 6 إلى اللعب. النبي صلى الله عليه وسلم عنده 11 عمه وعنده
فهمنا؟ إذا النبي صلى الله عليه وسلم عنده 11 عمه وعنده 6 عماته، واحدة برك اللي دخلت في الإسلام، واحدة وخمسة أخرين ماتوا كفار. فهمنا؟ إذا عمات النبي صلى الله عليه وسلم 6، واحدة فقط اللي دخلت في الإسلام ويسموها صافية، والأخرين كاع ماتوا كفار. إذا نقطة أخرى للفوج الأول. خلاص؟ طيب، سؤال الموالي. ما هي معجزات النبي صلى الله عليه وسلم؟ معجزات، لاحظوا، قرينا ذكرنا في الأنبياء، قلنا كل نبي عنده معجزة، وكل نبي عنده بزاف، شكون يذكر لي معجزات الرسول صلى الله عليه وسلم؟ نعم. واحد أمر. خطأ عبد الله. خطأ واحد. نعم. لا حين بزاف، شكون يذكرهم لي؟ شم هما؟ ما هي معجزات النبي صلى الله عليه وسلم؟ اذكر لي المعجزات اللي عنده. شم هما؟ ذكرت لكم ذيك النهار زوج ولاد دابا في التربية الإسلامية، ذكرت لكم معجزات النبي صلى الله عليه وسلم ذيك النهار. أطلقوا لي غير زوج ولاد دابا. واحدة هنا الخرموش. نعم؟ لا هذه المعجزة تاع داوود. حنا رانا على النبي صلى الله عليه وسلم. لاحظوا صح. تبع قلنا موسى عليه السلام كان عنده معجزات. اصبر. قلنا موسى عليه السلام كان عنده معجزات، عيسى عليه السلام عنده معجزات، داوود عليه السلام عنده معجزات، سليمان قلنا كان يتكلم مع الجن ويأمر الريح. الآن رانا على النبي صلى الله عليه وسلم، ما هي المعجزات اللي داوود؟ لقمان. لا هجرة مش معجزة. لاحظوا صح. تبع باش تفهم. قلنا المعجزة هو الشيء الخارق للعادة. لاحظ، يجي واحد الآن يرفد هذه الطابلة، يرفدها هكا، يبعد عليها لأنها هكا تطلع. هذا هو معجزة، حاجة خارقة للعادة، ماشي سحر. فهمنا؟ السحر يخدم مع الجنون، بصح كي الحاجة خارقة للعادة نسموها معجزة، وما يقدرش يديرها إلا ربي يعطيه هذه المعجزة. فهمنا؟ ما هي المعجزة اللي النبي صلى الله عليه وسلم؟ بارك الله فيك، سمعوا عليها. المعجزة الأولى، لاحظ، المعجزة الأولى الأساسية تاع النبي صلى الله عليه وسلم هي القرآن. إذا النقطة للفوز الثاني. لاحظوا، قلنا في، لاحظ، في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كانوا الناس، تبع باش تفهم، كانوا الناس يتكلموا اللغة العربية جيدا، كانوا يعرفوا اللغة. فكانت معجزة النبي صلى الله عليه وسلم القرآن باش يعجز. يعجز أهل مكة وأهل قريش باش يجيبوا كلام كما القرآن. زين، كاين معجزة أخرى. ياسين. لا ماشي نبي آخر. أعطيني معجزة أخرى للنبي صلى الله عليه وسلم. معجزة أخرى. أيها سلسلة. معجزة أخرى. خلاص ما عرفتوش؟ طيب، معجزات النبي صلى الله عليه وسلم، عندنا المعجزة الأساسية هي معجزة الإسراء والمعراج. النبي صلى الله عليه وسلم طلع في السماء. لاحظوا، نفسه كان رابط، كان نائم في الليل، فجاء إليه جبريل فصعد به إلى السماء، طلع إلى الله عز وجل فوق، ثم أسري به إلى بيت المقدس، القدس. هذه في ليلة واحدة في الليل بركة، طلع للسماء، ومن بعد أسري به إلى مكة وإلى بيت المقدس، فسميت حادثة ولا معجزة الإسراء والمعراج. الإسراء أسري به طلع للسماء، والمعراج أعرج به إلى بيت المقدس وإلى ثم رجع إلى مكة. خلاص؟ إذا من المعجزات الأساسية تاع النبي صلى الله عليه وسلم الإسراء والمعراج. خلاص؟ زين، كاين معجزات أخرى. معجزات أخرى بالأصبر. ما تعرفوهمش؟ طيب، معجزة أخرى عن النبي صلى الله عليه وسلم هي انشقاق القمر. القمر انشق على 2، انقسم على 2. جاء 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 قوم ولا مجموعة من الكفار إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا له ما نؤمنوش باللي دار رسول حتى انشق لنا القمر.
فدعا النبي صلى الله عليه وسلم، دعا الله عز وجل أن يشق القمر، فانشق القمر ونزل القرآن سورة القمر، اقتربت الساعة وانشق القمر، القمر انشق على زوج. إذن هذه معجزة من معجزة النبي صلى الله عليه وسلم. معجزة أخرى، معجزة أخرى سلسبيل. هاي هاي جبنا معجزة أخرى بجيب لكم أخرى. نعم ما سمعش؟ لا كلم الله على إبراهيم عليه السلام اللي سمينا كلم الله إبراهيم موسى عليه السلام. جيد، كلم الله هو موسى عليه السلام، وإبراهيم هو خليل الله. قلنا إبراهيم خليل الله وكلم الله هو موسى. فهمنا؟ نعم. المدينة واش بها المدينة؟ معجزة. المدينة معجزة. أو قلنا المعجزة لازم حاجة خارقة للعادة. طيب من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. طيب ممكن أتبعوا هذه المعجزة، ممكن أنه رأى جبريل، ممكن. طيب من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم كذلك خرج الماء من أصابعه في غزوة الحديبية، خلاص الماء، خلاص لهم من الماء وعطشوا الناس ما صاروا شيء شرب، فانفجر الماء من يد النبي صلى الله عليه وسلم، فتوضأ الناس وشربوا الماء واغتسلوا وعمروا كامل، خرج الماء من بين أصابعه في غزوة الحديبية. هذه معجزة. تشوف واحد يخرج الماء من يده مكان، إذن هذه معجزة. النبي صلى الله عليه وسلم خرج له الماء من يده، غسلوا وشربوا وعمروا، إذن هذه معجزة. فهمنا؟ نعم. نبلة واش بها؟ هذه مع سليمان، هذيك سليمان. قلنا سليمان عليه السلام تكلم مع النمل، تكلم مع الهدهد. قلنا سليمان عليه السلام كانت عنده معجزة يتكلم مع الحيوانات، هذاك سليمان. إيه صح. نشوف لك الأسئلة ولا خلاص؟ خلاص الأسئلة. معنى شكون اللي فاز؟ الفوجة. لاحظوا دائما الإنسان ما يديرش في ماله بلي ما راحش ينجح. أنا كنت داير مالي بلي فوجة ثانية. الفوج الأول يغلبكم، علاه؟ لأنه تلاميذ النجاح كاع في الفوج الأول، أفنان، سلسبيل، عودين، تلاميذ النجاح كاع في الفوج الأول، نزل في بالي هذا الفوج غلب، وأنتم عليكم غلبتوه، صفقوا عليهم، أنا سمعت صفقوا عليهم كاع. طيب لاحظوا، درنا المسابقة باش تشبعوا على المعلومات، نعاود المعلومات بسرعة. أول حاجة اسم النبي صلى الله عليه وسلم هو محمد بن عبد الله، ايه باباه عبد الله، يماه آمنة بنت وهب، أرضعته حليمة السعدية. علاه أرضعته حليمة السعدية وما أرضعتوش يماه؟ قلنا في مكة كانوا يحبوا يرضعوا ولادهم في البادية، لأنه نساء تاع البادية كانت عندهم اللغة سليمة وكانوا أقوياء. خلاص. طيب أخت النبي صلى الله عليه وسلم من الرضاعة الشيماء، شفوا عليها الشيماء، هذه الشيماء بنت حليمة السعدية، ومادام حليمة السعدية رضعته إذن الشيماء والنبي صلى الله عليه وسلم كانوا إخوة من الرضاعة. خلاص. النبي صلى الله عليه وسلم ولد يوم الاثنين ومات يوم الاثنين. خلاص. طيب النبي صلى الله عليه وسلم لما كان في بطن أمه توفي أباه، مات باباه كي كان في كرش أمه. خلاص. طيب ولما كان عمره 6 سنين جاي توفي الأم. خلاص. طيب قلنا النبي صلى الله عليه وسلم ولد وين؟ في مكة، المكان اللي زاد فيه في مكة. خلاص. طيب النبي صلى الله عليه وسلم قلنا عنده ولا لديه 11 عم، عنده 11 عم، عمومه 11. قلنا اللي لازم نشفوا عليهم حمزة، العباس، أبو طالب، وأبو لهب. هذا اللي شفوا عليه عمومه، حمزة، العباس، أبو طالب، وأبو لهب. اللي دخلوا في الإسلام زوج برك، قلنا حمزة والعباس، بارك الله. اللي دخلوا في الإسلام حمزة والعباس. طيب عمات النبي صلى الله عليه وسلم قلنا 6، عماته 6. اللي دخلت في الإسلام واحدة برك يسموها صافية، بارك الله. خلاص.
طيب قلنا أولاد النبي صلى الله عليه وسلم أولاده كامل سبعة، سبعة أولاده، الذكور ثلاثة والبنات أربعة. جيد، الذكور القاسم عبد الله إبراهيم، البنات زينب رقية أم كلثوم وفاطمة. فاطمة هي الصغيرة كاع والكبيرة كاع زينب، بارك الله. طيب ومن بعد قلنا معجزات النبي صلى الله عليه وسلم، قلنا أول معجزة هي القرآن، المعجزة الثانية الإسراء والمعراج، المعجزة الثالثة خرج الماء من أصابعه، المعجزة الرابعة قلنا انشق القمر، القمر انشق. فهمنا؟ طيب شكرا. طيب هذه زميلكم، زميلكم كانت غايبة لها قسمنا الجوائز، وزميلكم هي صاحبة أعلى معدل في القسم، هي أعلى معدل ولدية هذه ثانية. طيب ثاني معدل نعطي لكم الجوائز ما جاتش ديك النهار، شهادة، شهادة جنبها هداها، صار جائزة ما عطيناهاش، جبنا لها الجائزة تاعها، أروح صفقوا عليها.